متابعي قناه انفاس بريس، حنا الان تتواجدوا في المدينه القديمه لمدينه اصيله، هذه 42 سنه وميراج اصيله تتنظم بطريقه منتظمه. اش هي الوصفه السحريه لهذه المساله هذه، وعلاش احتفظ هذا المهرجان بالاستمراريه ديالو طيله مده ازيد من 4 عقود؟ هذه الاسئله حملناها لمجموعه من المتتبعين ومؤكده بعض المواطنين في هذه المدينه هذه اللي كانت ارائهم مختلفه. اجي نشوفوا واش قالوا لنا. شنو سر احتفاظ هذا المهرجان بالاستمراريه ديالو طول هذه المده؟ اولا الرعايه الساميه، جلالة الملك نصره الله رعى هذا الموسم منذ بدايته منذ 42 سنة، وهو ولي العهد منذ سنة 1978. ورعاية جلالة الملك تعطينا أيضا، تحفزنا على أن نواصل المسيرة. من ناحية ثانية أيضا الشباب أصبحوا الآن نوعا ما أقل شبابا في المؤسسة، لهم الإرادة والعزيمة. مهرجان أصيلة دابا في عمره 42 سنة، وفضل المجهودات ديال السيد معالي الوزير محمد بن عيسى عبر مؤسسة منتدى أصيلة. السر وفعلا خصو يكون سر، لأنه كنشوفوا المهرجانات الوطنية الأخرى، يعني مهرجان أصيلة أكبر سنا منها. السر دائما كان هو اختيار المواضيع، اختيار المواضيع الآنية السباقة اللي مطروحة في الساحة السياسية ولا الثقافية. هذا كيجعل بأن مهرجان أصيلة أنه دائما متجدد من ناحية اختيار المواضيع، من اختيار ديال الندوات ولا التيمات التي تناقش داخل مدينة أصيلة. مهرجان أصيلة معلوم لأن أصيلة معروفة بالفن والبحر والطبيعة والسماء والحياة، والناس كيجيو لأصيلة على هذه المدينة. هي أصلا مدينة عاملة بحال لوحة فنية، هذه المدينة القديمة اللي كتشوف هي بيد لوحة فنية، والناس هنايا بالفطرة كيخلقوا فنان من الصغر ديالهم، وكاينه في القصر الثقافه فين كيجيو الرسامه الفنانين كيبداو يعطيو الدروس للدراري من الصغر ديالهم. والناس كيجيو لازايلا حيت عارفين لازايلا مدينه فنيه، وبقات هذه المده وغتبقى ديما مدى الحياه، وباقا تبقى مئات السنوات، لان الفنانه كيجيو من كل مطاح كيرسموا الحيوط وكيرسموا في الكتوبه، وكاينه معروفه بالفن والراحه. كنقول هذا السر ديال هذه الاصيله على هذا المهرجان اللي دوز هذه المده طويله، وهذا العام ان شاء الله عندنا هو 42 عام. كنقول مادام باقي السي بن عيسى على قيد الحياه، هذا المهرجان عمره ما غيتقادى، حيت هذا الانسان هذا ما كاينش شي واحد اللي يقدر يعوضه في هذا الشيء اللي كيعمل، لا من ناحيه مدينه اصيله ولا من ناحيه هذا المهرجان. المهرجان هذا كبير، حجم ديالو كبير، وكيكونوا ضيوف الناس كبار كيجوا من جميع الدول. ما كاينش شي واحد اللي يكون عنده الاستطاعه باش يعمل هذا المهرجان بهذا الحجم هذا، لا بالناس الثقافات اللي كيعيط، لا بالناس السياسيين، لا بجميع الفئات. شكون يعطى الاشعاع الاخر؟ واش اصيله عطت الاشعاع المهرجان ديالها، ولا المهرجان ديالها هو اللي عطى الاشعاع لهذه المدينه هذه؟ هنا الاراء تختلف. البعض يقول لك لا، اصيله راه كانت مدينه سياحيه منذ القدم، وكان تعرفوا الاقبال ديالها، وجا المهرجان باش عطاها واحد الرونق وواحد الجمال اضافي. والبعض تيقول لا، المهرجان كان له دور كبير في اعطاء واحد صوره جماليه وحقيقيه لهذه المدينه هذه. شكون اللي عطى الاشعاع الاكثر؟ واش اصيله عطت الاشعاع للمهرجان ديالها، ولا المهرجان ديال اصيله اللي عطى الاشعاع للمدينه؟ والله شوف كلاهما ألقيا شعاعا على الآخر. إن هي أصيلة كانت مجرد قرية يعني كباقي المدن يعني الساحلية المغربية بعد الاستعمار، لكن مهرجان أصيلة أعطى اسم لمدينة أصيلة، اسم ثقافي، اسم سياحي لمدينة أصيلة. فعلا أصيلة ممتنة للمهرجان. لا، أصيلة كانت من قبل المهرجان كانت مدينة، واخا كانت صغيرة وبحال اللي كيقولوا بحال المثل زايلة شي كيقولوا أصيلة صغيرة، ولكن محينها كبار. هذا الشعار القول اللي كيتقى على هذه المدينه. كانت اصيله سياحيه، كانوا كيجيو الاجانب، كيجيو الناس. كان الصيف حنا عندنا هنايا اصيله، كان حتى الدار ما تلقاهاش فين تكري، باقي ما كاينش المهرجان، باقي ما كاينش المهرجان. وملي تعملت المهرجان، ملي تعمل المهرجان انا باقي كنعقل، كنت صغير وكنعقل
المهرجان كانت تبدا هي في هواء الطلق، هي في يعني المنصة كانت هي ديال اللوح. ايوا الحمد لله اليوم ها المكتبة البندار، ها المكتبة ها الملتقيات الأصيلة، ها قصر الثقافة، يعني وتزادوا الأوطيلات هي بهذا المهرجان كبرة المدينة. لا أصيلة اللي خلقت هذا الإشعاع هي السبب، أصيلة خلقت الإشعاع المهرجان وخرجوا فنانة كبارين المليحي بالكاهية فنانة. دابا هذا دابا حنايا عاد الأرض هذه اللي كتشوف هذاك التصميم راه هو فحال المواج راه هو هذاك راه هذيك راه لوحة فنية التصميم ديال المليحي مسكين توفى الله يرحمه ويوسع عليه. وبن عيسى الرئيس ديالنا هو ديال رئيس البلدية وزير الخارجية سابقا سيدنا الوزير ديالنا الله يخليه لنا حتى هو كيعتني بأزايلا وكيعرض الضيوف من كل مطعم العالم من الخليج من أمريكا وأزايلا صغيرة وبحينها كبار اللي